رجعنا لكم مستمعينا الكرام ونحن مع إحسان الرميقي في هذا اللقاء المباشر من خلال برنامج موزايك. وتنشكر الناس اللي بدأوا تتفاعلوا معنا وتطرحوا الأسئلة للإحسان ليكم، بعد غادي نقراوهم من بعد. غادي نوصلوا معك من الاثنين الخميس، تتكون عندنا وقفة سينمائية كوان سينما وين كرونيك مع بلال مرميد. ما شفناكش في عمل فني ولكن شفناك في ودي دوكيومونتير أشرطة وثائقية، الأولاني نوبة الضوء والذهب. يمكن لنا تكلمي لنا على هذا الدوكيومونتير الأولاني المخرجة إيزا جينيني؟ نعم، ديال المخرجة إيزا جينيني. إيزا كانت عملت أعمال قبل على فن العيطة مع فاطمة بنت الحسين، الحال ديال الناس الغيوان، فهي هي من أصل مغربي. نعم. وكتعشق التراث كله، فهي خمت علاش ما يكونش واحد العمل ديالها على المدارس المختلفة ديال الغناء الأندلسي في المغرب. نعم. ودارت بحال واحد المقارنة ما بين الغناء الأندلسي هنا في المغرب والغناء الأندلسي اللي سافروا به اليهود المغاربة لإسرائيل. نعم. وكان وجدوا يهود مثلا في حتى في باريس دايرين معاهد موسيقية كتهتم وليداتهم كيغنوا يغنيوا النوتة الأندلسية. نعم. وكان عندي الحظ أنني كنت من ضمن اللي شاركوا في هذا العمل، هذا وعمل كيهضر على التاريخ. نعم. ديال العرب في الأندلس، على التعايش اللي كان ما بين. نعم. ثقافة الثلاث في اليهود في يعني اليهودية والمسيحية والمسلمين اللي كانوا كيفاش كيتعايشوا. نعم. في الأندلس في يعني من القرن 8 حتى القرن 15، والتأثير ديال الغناء الأندلسي. نعم. بالفلامينكو بالجودور ديالو وكيف كيتغنى فاس في الشاون في طنجة. انا كنت يعني من مراكش، وكان التسجيل ديالي في القصر الكبير، رجعت يعني للدار عند الوالده. نعم. وتما. نعم. سجلت عندها. نعم. يعني كان واحد العمل كيوضح للمشاهد شنو هو الغناء الاندلسي، الجذور ديالو، المقامات ديالو، كيف كان كيتأدى باصوات نسائيه، كيفاش دخل، لانه هو في الاول راه كان باصوات نسائيه في الاندلس. ياك الأصل ديالو. نعم. يعني الجواري في القصور. نعم. كانوا كيغنيوا الموشحات الأندلسية. نعم. وبالطبع هذا الغناء راه كان تما بأنغام أخرى، ومن بعد يعني سقوط غرناطة راه خدا الطابع ديال البلاد. نعم. وكان وجدوا هنا الآلة الأندلسية، كان وجدوا في تونس المألوف. نعم. الغرناطي في الجزائر، وهم كلهم نفس الأصل. نعم. نفس الأشعار. نفس الأشعار، ولكن النوتة ماشي بحال النوتة ماشي هي هذيك. نعم. النوتة ماشي هي هذيك، لأنهم. نعم. كانوا ثلاثة ديال الأكاديميات في الأندلس. نعم. ديال غرناطة عطات اللي كيتسمى الغرناطي. نعم. يعني في الجزائر. نعم. في الشمال ديال الشمال الشرقي ديال المغرب المغربية. نعم. وجدة وداك الشيء كلهم. نعم. المألوف هذه كانت الأكاديمية ديال سيفي. نعم. في تونس يعني تونس. نعم. وحتى ليبيا. أيه. حتى واحد المنطقة في ليبيا عندهم المألوف والآلة الأندلسية، يعني الآلة الأندلسية المغربية، ولكن هم الأشعار هم نفسهم. نفس الأشعار، المقامات والأنغام. الأنغام والطبوع بحال أو المقامات مغيرة. وشفناك في عمل ثاني نوتر دوكيومونتير إحسان الرميقي، وهو الرجوع إلى الأصل. نعم. اللي دارته واحد القناة التلفزية ألمانيا. ألمانيا ARD. نعم. وهذا كان عمل جمعني أنا مثلا كان عندي فيه غناء صوفي، لأنهما التسجيل والهدف من هذا هو كان بحال واحد السفر فني من كونيا، يعني فين مدفون المولى. نقول كونيا بتركيا للمستمعين اللي ما تعرفوش، يعني هي منطقة في تركيا. نعم. وهي اللي مدفون فيها المولى جلال الدين الرومي، يعني بحال اللي كيسميوه هما مولانا والطريقة المولوية اللي كي أحمد الخليع في برنامج سامع الموسيقى الصوفية ديما تقول مولانا جلال الدين الرومي. نعم. فكان كيفاش تما الطريقه المولويه، داك الدراويش كيفاش كانوا تيدوروا تيبقاو يدوروا. نعم. كيدوروا. نعم. الاذكار اللي كيقولوها، المعاني اللي كتعني اليد مثلا اليمنى، انها بحال اللي كتلقى الرحمه من عند الله. سبحان الله، يعني متيهزوا اليد اليمنى عندهم معاني يعني داك الدوران بحال دوران الكون. نعم. اليد اليمنى كتكون
الكف يعني ديال اليد اتجاه السماء، كأنه كيلقى الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، واليد ديال الشمال كتكون نازلة كأنها بحال كتستضيف ذاك الرحمة باش تنتعش بها الروح. وانا دابا تنتعلموا هادشي معك لالا احسان رميقي، ودوك الناس اللي تيبقاو يدوروا ما تيدخوش، تيدخلوا في حد تيدخلوا في حد واحد العالم روحاني. لان حضرت عده سهرات، نعم، انا تنبقى نشوفهم تتشدني الدوخه وتنقول كيفاش هاد الناس يبقاو يدخلوا يدوروا تيوقف عادي، كانه بحال يلا دار دوره واحده، تيدخلوا في واحد الخشوع، في واحد الروح ديالهم كتسمو يعني كتطلع كترفع، نعم، على على الحاجات ديال الدنيا اللي عايشين ديال الارض اللي حنا عايشينها. لا اله الا الله. نعم، وهذاك بحال اللي غتقول حنا عندنا مثلا داك الطائفه العيسويه وهذا، نعم، الخشوع اللي كيدخلوا فيه غير، نعم، كتكون بواحد الطريقه شويه ما غنقولش عنيفه، وانما هما راه كيدخلوا في الجذبه. نعم، بالنسبه للاتراك يعني هذاك الدوران بحال ماشي ملائكه ولكن هما طايرين فوق الارض، ما قالش ماشي الارض فعلا، يعني حتى اللبسه ديالهم كاين اللي تيدوروا تشوف هذاك لو سيركل بلدك سبحان الله. وعاود كنشوفوا هذوك الناس راهم من صغرهم وهم، نعم، في هذه الطريقه المولويه، نعم. فالهدف من الرجوع الى الاصل كان بحال واحد المقارنه ما بين الطرق الصوفيه التركيه، نعم، والغناء الصوفي هنا في المغرب، نعم، وسجلوا معايا في مراكش، سجلوا مع الدقه المراكشيه مع فن قناوه يعني نعم. ولاش تتشوفي الاعمال، تتشوفي التلفزه المغربيه، تتشوفي الاعمال افلام، تتمشي السينما تشوفي افلام مغربيه ولا والو؟ في الحقيقه ما كنشوفش انا بالتلفزيون بصفه عامه، يعني ما تتفرجيش؟ ما كنتفرج، ولكن ما عرفاش دابا عطيتك شي ممثل ولا شي فيلم عاد خرج ما شفتيش؟ ما غنكونش شفته، ولكن الافلام المغربيه كتعجبني، الافلام المغربيه ديالنا اللي مثله في بطريقة مغربية محضة، يعني داكشي التاريخ القديم ديال الناس ديال الزمان. بحال كتعجبني بزاف تبارك الله عليها الممثلة أمينة رشيد، شتيها في ذاك الشيء ديال لاله حبي البحث عن زوج راجل، شفتو الله الجزء الاولاني اللي كان رائع. لا من ناحيه ديكوراسيون ولا من ناحيه الجلسه ولا كي كيهضروا ولا تقطر ديال الزهر، من هذاك الفيلم راه كيوريو لهاد الوليدات الصغار العادات المغربيه. نعم، وشنو الا جاك شي مخرج سينمائي وعطاك شي دور تاخذيه ولا لا دابا؟ اش غنقول لك انا من ناحيه التمثيل ما غاديش نقول نمثل، لان ما عندي حتى درايه، ما عندي حتى دراسه، ولكن الا كان مثلا فيلم اللي غادي يمكن لي نادي فيه واحد المقطع ديال الموشح ولا ديال الاله ولا موال، نعم، انا مستعده. اذا احنا راجعين لك احسان رميقي وغنستمعوا لك كرونيك بلال مرميده.